قال شيخنا حفظكم الله: هل يحصل المسلم علما بالاستماع الى المشايخ عبر الانترنت؟ وما نصيحتكم شيخنا في هذا الباب؟ هذا يمكن لانسان ليس بطالب علم، ماشي طالب علم، ويستمع الى هذا يستفيد، ما في شك، هذا امر يستفيد منه الانسان. لكن اذا كان طالب علم يحتاج الى الجلوس والى الحفظ والى الفهم والقراءه على الشيوخ مباشره، اما ان يجعل هذا هو المصدر الوحيد لطلب العلم لا يستفيد ابدا. ما غادي يكون عنده علم، انما غير نتف من هنا وهنا. لكن طالب علم خصو يربع رجليه ويجلس قدام الشيوخ ويقرا ويحفظ ويعاود ويقرا ويحفظ ويعاود ويكون ويدارس اهل العلم. اما بالنسبه لهذا الشيء يمكن يكون خضره فوق طعام كيف تيقولوا، ماشي يكون طالب علمي زياده ماشي الاعتماد عليه.